حقق المخترع الكويتي الدكتور أحمد نبيل المركز الثاني في أضخم مسابقة علمية من نوعها بالشرق الأوسط، وهو برنامج نجوم العلوم، وذلك عن اختراعه المنظار الذاتي أو المنظار ذاتي التنظيف. التفاصيل في سياق تقريرنا الآتي. في إنجاز جديد يضم إلى سجل الإنجازات في دولة الكويت عاصمة الشباب العربي لهذا العام، حصل المخترع الكويتي المتميز الدكتور أحمد نبيل على المركز الثاني في أضخم مسابقة علمية من نوعها بالشرق الأوسط، وهو برنامج نجوم العلوم، وذلك عن اختراعه المنظار ذاتي التنظيف. طبعا هو شيء كبير ان احنا نشوف ابن الكويت الدكتور احمد نبيل انه يمثل بلده في خصوصا في الاعمال والمخترعات الحديثه. طبعا هذا شيء شرف لنا احنا كوزاره الدوله شؤون الشباب، ودائما وزاره الدوله شؤون الشباب داعمه في هذه المجالات، خصوصا في المجال العلمي ومجال الثقافة والفنون. المراحل النهائية في البرنامج شهدت تنافسا قويا بين 4 مخترعين يتقاسمون جائزة قيمتها 600 ألف دولار أمريكي على شكل تمويل تأسيسي بناء على مشاورات أعضاء لجنة التحكيم وتصويت الجمهور. المنافسة كانت شديدة، يعني كان فيها آلاف المخترعين من العالم العربي والشرق الأوسط، يعني العالم العربي تعداده 350 مليون تقريبا أو أكثر، فكانت المنافسة جدا صعبة. آلاف المخترعين، تصفيات دامت شهور طويلة. تقريبا التصفيات كلها من أول ما بلشنا سنة كاملة لين بالنهاية وصلنا 4، والحمد لله حصلت على مركز ثاني أفضل مخترع في الوطن العربي، وأهدي هذا الإنجاز حق صاحب السمو، حق كل الشعب الكويتي، وأقول حق شبابنا أن نتمنى أن يطلع منكم ما هو أفضل، وما حد يقول أبي أصير نفس أحمد، الكل يقول أبي أصير أحسن من أحمد. برنامج نجوم العلوم يعد مبادرة أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، التي تهدف إلى تعزيز التنمية البشرية في شتى المجالات، والتي استطاع المخترع الكويتي أحمد نبيل تسجيل اسمه واسم دولة الكويت في تاريخ هذه المبادرة. حسن بن غيام لبرنامج العالم هذا الصباح.